أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا،
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعتنا ولا تحرمنا. اللهم اذا اراد بقوم فتنه وجعلنا غير المفتونين. وصلى اللهم وسلم على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. احسنك حريك جن ويحسن حريك يشتر جن barcha birodarlarimizni qilgan ishlariga hasanotlar va ajrlar bersin. Barchalarimizni o'zining roziligiga musharraf, muyassar, muvaffaq qilsin. Hayotimizni tavhid asosida, mamotimizni shahodat asosida bo'lishini o'zi nasib qilsin. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmat. Assalomu alaykum va rahmat.